تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، انطلقت بطولة سموه لسباقات القدرة التي ينظمها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة. وتأتي البطولة بدعم من شركة نفط البحرين بابكو ومركز البحرين للمجوهرات وتكنوجيم، بالإضافة إلى رعاية الشركات والمؤسسات للموسم الجاري. وشهدت قرية البحرين الدولية للقدرة تنظيم سلسلة من السباقات الدولية والمحلية والتأهيلية وسط مشاركة واسعة من الإسطبلات والفرسان. وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالمشاركة الواسعة التي شهدتها السباقات التي أقيمت في قرية البحرين الدولية للقدرة، مبينا سموه أن هذه المشاركة محل تقدير واعتزاز وتؤكد الانتشار الكبير الذي تحققه رياضة القدرة عبر إدراج وجوه جديدة في الإسطبلات المحلية التي تعمل بجهد كبير لتحقيق الأهداف. وحول رؤية سموه لسباقي السبت لمسافة 120 كيلومتر للإسطبلات الخاصة والسباق المفتوح، أكد سموه أن السباقات ستكون قوية ومثيرة بين كافة المشاركين عطفا عن المستويات البارزة التي قدمها الفرسان في البطولات السابقة، متمنيا سموه كل التوفيق والنجاح لكافة المشاركين. هذا وتشهد القرية يوم غد السبت إقامة السباق الكبير على كأس سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة، حيث وجه سموه بتخصيص 3 سيارات لأصحاب المراكز 3 الأولى في سباق الإسطبلات الخاصة، إضافة إلى تخصيص جوائز مالية للفرسان الفائزين من 4 حتى 20 بمبلغ وقدره 32,400 دينار. وستقام السباقات الرئيسية للإسطبلات الخاصة لمسافة 120 كيلومتر والسباق الدولي المفتوح لمسافة 120 كيلومتر. وسينظم الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة مسابقة أفضل حالة جواد لسباقي السبت بدعم من سمو الشيخة نورة بنت حمد بن عيسى الخليفة قائد فريق الفرسان.